السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم المثنى عبدات من قناة الجيك، وموضوع اليوم راح يكون عن نسخة البيتا iOS 14 اللي أعلنوا عنه أمس أبل في مؤتمر المطورين. راح نتكلم عن المميزات الجديدة، والفيديو ما راح يكون قصير، فاللي مستعجل يعني في فيديوهات كثير تشرح في دقيقة وما إلى آخره. أول ميزة تكلم عنها قبل التطبيقات وقبل الوجهة الجديدة الاتصال، لأنه هذه الميزة بالنسبة لي كانت يعني مزعجة. فحاليا أصبح الوضع يعني زي أندرويد، إذا اتصل عليك شخص بدل ما تجيك شاشة كاملة تجيك واجهة منبثقة في الأعلى، فبإمكانك يعني ترد أو يعني تتجاهل المكالمة. تلاحظ الآن عندي شاشة منبثقة، أول كانت تجي الشاشة كاملة، فإذا كنت تلعب أو كنت مشغول لازم ترد على الشخص أو تنتظر لما يروح الاتصال. حاليا إذا سويت كذا خلاص الاتصال موجود هنا في الأعلى، وتقدر يعني تستأنف التطبيقات وما شابه. واللي يسأل على الاتصال القديم فين راح، تقدر تروح من الإعدادات ثم الهاتف ثم اللي هو المكالمات الواردة. حاليا عندنا شعار تقدر تحطه من الشاشة ويرجع يعني زي ما كان، فهذه الطريقة أفضل بالنسبة لي. فهذه كانت أول ميزة وأفضل ميزة بالنسبة لي في iOS 14، ومستغرب أنه أبل تأخروا كثير فيها. الميزة الثانية الوجت أبل أضافتها مؤخرا، كان شريط كذا. فمثلا هذه الوجت من iOS 13، وفي بعض الوجت الجديدة اللي هي في الشاشة الرئيسية. احنا عارفين انه الآيفون كانت شاشة واحدة كذا بدون أي تعديل، وهذا كان من الأشياء المزعجة بالنسبة لي، فما تقدر تنظم ملفاتك إلا عن طريق أو برامجك إلا عن طريق الفايلات، يعني تسوي فولدر وتحط فيه التطبيقات، ما كان عندك إلا طريقة واحدة. حاليا أضافوا هذه الصفحة واللي هي ممتازة جدا وتقريبا شبيهة بعض واجهات أندرويد. احنا عارفين إنه الآيوس دائما من اللي صار اليمين أو العكس، بينما الأندرويد كان دائما يعني التطبيقات بهذه الطريقة. فموزعين لك هي كذا على يعني نقدر نقول على كذا تصنيف، عندك الترفيه وعندك مثلا الاجتماعي والإبداع وما إلى آخره. إذا ضغطت على هذا التطبيق الحاله راح يفتح معك، بينما إذا في أربع تطبيقات كذا راح يفتح لك يعني كل التطبيقات. فمثلا إذا ضغطت على هذه تلاحظ تطلع لي كل التطبيقات، بينما إذا ضغطت مثلا على السناب راح يفتح لي تطبيق السناب. فحلو، حلو جدا ومختصر. برضو إذا ضغطت على أي مكان مثلا ضغطت على البحث كذا تطلع لك تطبيقات بشكل أبجدي. وتلاحظ أنه عندي صفحتين، ليش؟ لأنه الصفحة الثانية خافيها، تقدر تروح من هنا تستمر بالضغط تضغط على الشريط اللي في الأسفل، تلاحظ هذه الصفحات كلها أنا خافيها، لأنه فيه تقريبا فوق 200 تطبيق أنا ما أستخدمها بشكل يومي، فما أحتاجها تكون في الواجهة. وتقدر تضيف وجهة من هنا، تختار الوجهة اللي أنت حاب، وهذه الوجهة المكدسة أو الذكية هذه ممتازة جدا. طريقتها كيف؟ طريقتها أنه يشوف الأشياء اللي أنت تستخدمها ويضيف لك هي. فمثلا حاليا الطقس عندي هنا، وهنا عندي الصور، وهنا عندي الملاحظات، الأشياء اللي يشوف أني أنا قاعد أستخدمها. هنا جوجل فاتح لي جوجل ماب وفاتح لي على المطاعم، وهنا مثلا كيف تستخدم الآيفون الجديد iOS 14 ما إلى آخره، وهنا التنبيه ومثلا المحادثة مشهورة عندي في علي بابا وزي كذا. فممتاز جدا الوجت هذه، وتقدر تضيف أي وجت من عندك أنت، تختار اثنين وجت مثلا وتسويه بهذه الطريقة. وفي شيء ثاني برضو كويس في الوجت، انه الوجهة اللي من هنا اللي مدعومة من iOS 14 تقدر تضيفها من هنا. مثلا هذه iOS 13 قديمة ما هي مدعومة، هذه مدعومة، هذه مدعومة، تقدر تضغط عليها كذا وتضيفها على الشاشة الرئيسية. ومثل ما قلت لك اذا كانت الاثنين بنفس المقاس تقدر تضيف يعني وجهة ثانية عليها. فمثلا هذه how to ابغى اسحبها واحطها على الشاشة الرئيسية. دقيقة انا ما حطيت تم، حط تم، ارجع اسحب هذا مثلا. طبعا حط في بالك في شيء انه اذا سحبتها من الشاشة هذه ما راح تكون موجودة، حتكون موجودة بس في الشاشة الرئيسية. فالان اذا مثلا حطيت تحرير وسحبت على هذه صار عندنا ثلاثة وجهات المفروض. طبعا النظام لسه بيتا، ففي بعض الاشياء اكيد ما راح تكون شغالة بشكل كويس. تلاحظ الان عندي التقويم وهاوتو وبطارية السماعة مثلا والجوال. فهذه كانت الميزة الثانية اللي هي ميزة التطبيقات او الوجهات اللي أبل صحيح تأخرت فيها لكن تعتبر جيدة، ولسه ما في يعني نفس الوجهات الموجودة في اندرويد، بحيث انه تقدر تتحكم مثلا في التشغيل وهذا يعني من هنا تقدر تغير وما الى اخره. هذه لسه ما هي يعني بشكل كامل، فهنا ما عندك تحكم، لكن إذا ضغطت عليه راح يفتح لك يعني من هنا وتتحكم من نفس البرنامج. فالنظام لسه بيتا
وأول إصدار، فلسه لما ينزلوا ثاني وثالث ولما ينزلوا الرسمي إن شاء الله إنه يكون يعني أفضل من هذا الشكل. ومن الأشياء الحلوة اللي لما استخدمت الآيفون بصراحة افتقدتها يعني في الأندرويد، اللي هي ميزة الصورة داخل الصورة. مثلا تلاحظ السهم هذا إذا سحبته كذا، هذا عبارة عن فيديو في اليوتيوب. إذا ضغطت كذا حيرجع لي الفيديو في اليوتيوب. يوتيوب سفاري طبعا، يوتيوب التطبيق لسه ما يدعم. نفس الكلام على تطبيق نتفليكس، طبعا بعد التحديث تسحبه كذا وتحطه في المكان اللي انت يعني حاب تسوي له، اللي هي الوضع يعني البيكشر اند بيكشر، وتقدر تستخدم الجوال بكل اريحيه. طبعا للاسف الحجم ما تقدر تغيره، لكن تقدر تغير الموقع بس، وتقدر تسحبه كذا اذا كان مضايقك يعني، راح يكون موجود هنا. فهذه يعني من الميزات صراحه الرايقه والحلوه في ابل. وفي برضو تطبيق ثاني اضافه اللي هو حق فيديو ابل، ابل تي في. يعني اكثر تطبيقات ابل تدعم بقية التطبيقات مثل يوتيوب التطبيق الرسمي اللي سويته من سفاري، يوتيوب التطبيق الرسمي وبقية يعني التطبيقات. هذا الإصدار لسه أمس نازل نسخة بيت، لما ينزل بشكل رسمي أكيد إنه مطورين كثير راح يدعموه يعني بتطبيقاتهم، وتصير يعني ميزة الصورة داخل الصورة متوفرة لأكثر من التطبيق، وهي يعني ميزة ممتازة جدا. ومن التطبيقات الجديدة تطبيق الترجمة الصوتية، تلاحظ جاب لك هي يعني باللغة الإنجليزية ويدعم اللغة العربية، وشبيه جدا أشوفه يعني بجوجل ترانزليتر. برضو من الأشياء الجديدة سيري الآن إذا ضغطت كذا استمريت بالضغط تطلع لك بشكل منبثق، يعني أحسن من لما تطلع لك بشاشة كاملة، وبرضو الجواب يطلع لك يعني بشكل منبثق. من الكلام اللي سمعته مني تلاحظ إنه سوت لي رسالة جاهزة إيميل وجابت لي هي برضو بشكل منبثق في الأعلى. برضو من الأشياء اللي لاحظتها النسخ واللصق، فحاليا بمجرد إنك تنسخ يجيك إشعار في الأعلى. إذا رحت مثلا على هذا الموقع تلاحظ يقول لك انه كروم نسخ من الملاحظات، ففيها شيء يعني كويس في الخصوصية. واذا برضو جيت بتكتب بيطلع لك الكيبورد اللي انت تستخدمه، مثلا استخدم سويفت كي فمطلع لي سويفت كي، يتم يعني نسخ النص. وبما اننا نتكلم عن الخصوصية، فهذه من الاشياء الحلوة اللي اضافوها حاليا. اذا اي تطبيق حاب يوصل للاستديو حقك الصور وما الى اخره، تقدر تحدد له صور معينة يوصل لها، يعني ما يقدر يوصل لكل الصور. فهذه من الأشياء الحلوة اللي أضافوها في الخصوصية. التصوير أضافوا بعض التعديلات على الكاميرا، فمثلا إذا استمريت بالضغط كذا فيديو، اللي أذكره أنه كان بس يسار كذا إذا حاب أنك تسوي الفيديو. وبرضو من الأشياء اللي أضافوها هنا الإعدادات يعني بشكل كبير، مثل توازن أو التعرض للضوء، وتوازن مثلا اللون الأبيض وما إلى آخره، وبرضو أبعاد التصوير والخلفيات كذا، ويعني بعض التعديلات الرائقة اللي أضافوها. برضو أصبح يطلع لك الآن التطبيقات اللي اخذت الصلاحيات. فمثلا خلينا اروح على تطبيق الواتساب واختار الكاميرا، تلاحظ انه طلع لي نور اخضر هنا بحيث انه يبين لك انه الكاميرا جالسة، يعني في تطبيق جالس يستخدم الكاميرا. برضو اذا رحت للاعلى كذا وسحبت راح يبين لك الاعمال اللي هو تطبيق الواتساب. نفس الشيء اذا رحنا الى تطبيق ثاني واستخدمنا الكاميرا، حتى لو استخدمت كاميرا الجهاز مثل هنا تلاحظ انه طلع لي النور الاخضر، وفي اعلى الشاشه يبين لي انه هذا الجهاز قاعد يستخدم الكاميرا. فهذه شيء كويس جدا جدا في الخصوصيه. في ناس كانت تغطي الكاميرا، فممكن كذا يعني يكون افضل وامن بالنسبه للخصوصيه. من الاشياء اللي تعجبني جدا في اندرويد هو وضع عدم الازعاج هذا، اخفاء الاشعارات، السماح بالاستثناءات، هذا تقدر تنظمه بشكل كبير. فمثلا خلال 5 ساعات تقول له لا تديني مكالمات الا من خلال هذا الرقم وما الى اخره، الاشعارات اللي تسمح له واللي ما تسمح له. فهذه موجوده حاليا، لكن يعني ما هو بنفس الاعدادات، لكن برضو تعتبر يعني تغيير كويس جدا، اللي هو من خلال الساعه تروح من هنا او من خلال تطبيق صحتي. تلاحظ الان تقدر تحدد له مثلا تقول له انا من ال5 ساعات هذه موعد نومي بشكل يومي، ففي هذه الأوقات لا تجيب لي مكالمات ولا تجيب لي أي شيء، وحط لي بعدها منبه. وتقدر برضو تجي هنا على تحرير جدول أوقات النوم، راح يوديك على تطبيق صحتي، تدخل من هنا وتحط له الاختصارات اللي انت حاب، ومتى قبل النوم مثلا، متى يفعل لك ايه. فمثلا أنا حط كندل وبودكاست وكذا كتجربة. الآن لو تقفل تلاحظ انه يعني سوالك كذا الشاشة، حتى إضاءتها صارت خفيفة، كتب لك عدم الازعاج ونوما هنيئا، وعملوا تخصيص كبير يعني الى تطبيق صحتي. فكان هذا اصدار لايوس 13. اذا حابين نسوي اختصارات عن هذا النظام مثل ما سوينا على النوت وبقية الاجهزة اكتبوا لي تحت في التعليقات. وبكذا تقريبا تكلمنا عن اغلب اختصارات الاي او اس 14، احدث اصدار النسخة البيتا الاولى من شركة ابل. الناس اللي تسأل كيف ندعم القناة، عملنا متجر بنفس اسم القناة الجيك دوت ستور، وفي له العديد يعني من المنتجات
اللي خاصة يعني باكسسوارات الجوال، مثلا مثل هذا المنتج اللي هو عبارة عن باور بانك من قوي وشاحن وايرلس، باور بانك 18 واط تقريبا في تايب سي ومايكرو شحنه واليو اس بي العادي. وفي برضو هذا المنتج اللي هو من شركة جيمسر اف 4، هذه طبعا غنية عن التعريف، الناس اللي تلعب ببجي اكيد تعرفها، وبرضو الاف 2. ففي يعني منتجات كثير. اتمنى تكونوا استفدتم. اخوكم المثنى عبدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.